بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. هنبدأ النهاردة آخر حاجة في جزء الترجمة اللي هيوصلنا للترجمة التلقائية. بنروح نعمل الإنجليزية، هنعملها ازاي؟ بأننا بنروح للعربية وناخد منها اللي احنا خلصناه واللي عرفتها لكم في الحلقة اللي فاتت. بناخد الكلام اللي متقال جوه الفيديو واللي احنا سجلناه في العربية في اللغة العربية الفصحى، جزء جزء ناخده ونروح على جوجل كروم ترجمة، ونقوم بعد ما نكون سيفناه ونروح نعمل ترجمته بالانجليزي، لان زي ما عملت العربية لازم اعمل الانجليزية. هي الانجليزية بس، والعربية تتعمل وتبص تلاقي كل الترجمة بتاعت العالم كله اتفتحت قدامك. احنا شايفين وبتراعي التوقيتات اللي قدامك. يعني مثلا بدأنا اهو باول توقيت في الفيديو مكتوب اهو فوق اهو بالنسبة للعربية، الفيديو بتاع العربية، ونفس الحكاية بتعمليها في الإنجليزية. بناخد الجزء بتاع اللغة العربية جزء جزء وأم سيفاه، واروح على جوجل ترجمة أعمله بالإنجليزي، وبعدين أقوم رايحة على الإنجليزي الصفحة بتاعته. صفحة الإنجليزي قدامنا اهي زي ما احنا شايفين. دخلنا تاني، خدنا من العربي كوبي الكلام اللي انا قايلاه جوه الفيديو ومترجماه بالعربية اللغة العربية الفصحى، هاخده وسيفه، اخده كوبي واروح على الترجمة بتاعت جوجل. شايفين واحدة واحدة منظبط المواعيد، مهم جدا تظبيط. شايفين التظبيط بتاع الميعاد بتاع كل كلمة انا قلتها جوه الفيديو نفسه، زي ما انت شايفة اهو. خدت كوبه ورحت قسم الترجمة وجيت ترجمته وجيت حطيته في الانجليزي زي ما احنا شايفين. ولازم ضبط الميعاد بتاع الفيديو، الميعاد لازم يتظبط. يعني الفيديو ده بينتهي عند 8 دقايق وحاجة، لازم الميعاد ينتهي عند 8 دقايق ويبقى متظبط زي العربي زي الانجليزي. ممكن تبقى تختصري في الكلمات اللي انت بتعملها في العربي، لان العربي ده هو ده اللي هيعيد عليك بقيت كل لغات العالم. الانجليزي بالذات والعربي زي ما احنا عارفين بيبقوا جوه استوديو يوتيوب بتاع جوجل كروم، القناة بتاعتك على جوجل كروم اللي انت بتعملي منها وفاء بياناتك، بقى فيه اللغة بتاعتك ولغة الفيديو. لغة الفيديو وصندوق الوصف بتبقى بالعربي، ولغة الفيديو نفسه بتبقى بالانجليزي. هنفضل نعمل زي ما احنا شايفين لغاية ما اخلص كل الفيديو ويوصل معايا لنهايته. وقبل ما اسيب الفيديو وقبل ما اعمل اي حاجة لازم اتك على كلمة نشر. لو ما ضغطتيش على كلمة نشر ضيعت كل اللي انت قاعدة تعمليه. لازم زي ما بتعملي برضو في استوديو جوجل كروم وبتكتبي حفظ، لازم برضو تقولي نشر الترجمة. شايفينها اللي بالازرق فوق دي؟ لازم تنشريها، لازم تتك على الازرق ده لغاية ما يبقى ابيض. يبقى انت كده انجزت وخلصتي. اوعي تسيب الصفحة قبل ما تخلصي اللي بقولك عليه. زي ما احنا شايفين بنتابع التوقيت بتاع الفيديو لغاية ما خلصوا للاخر. باخد من اللغة العربية زي ما قلنا
واروح على قسم الترجمة وترجمها بالانجليزي، لان الانجليزي والعربي هما اللي هيفتحولي الكلمات التلقائية، هما دول اللي هيخلوا بقية كل اللغات اللي موجودة عندك خلاص تتعمل بسرعة. هتدخلي على طول على اللغة التلقائية، هتبصي تلاقي كله اهو خلصنا، خلاص انتهينا من الانجليزي. خلاص ادخل على الهندي مثلا، انا عاملة هند اهو، اقوم داخلة وادخل جوه عشان اشوف اللغة التلقائية. اللغة التلقائية عندك ما ظهرتش، يبقى انت عندك حاجة غلط. ده ممكن يكون في توقيت، زي ما انت شايفة انا عاملة توقيت الساعات اللي بيعد، ده بتاع تظبيط الفيديو، لان لازم يتظبط مع الفيديو نفسه من جوه، مع الجنب اللي احنا بنكتب فيه، مع اللي تحت الشريط الازرق اللي بيبقى ماشي دون، كل ده بيتظبط مع بعضه يديكي فيديو كويس. اول ما تفتح معاكي الكلمات التلقائية تعرفي ان انت خلاص كده خلاص مشيتي صح، وان شغلك كله صح، لان الفيديو خلاص خلص. بتمنى الفيديو يعجبكم، ولو وصلت معايا للنقطة دي ما تنسيناش في اللايك، اشتراك في القناة فضلا وليس امرا. بتمنى لكم كل خير وصحة وسعادة. بشكر كل اللي بيدخل عندي، بشكر كل اللي بيكتب لي تعليق ولو حتى بسيط. بحبكم كلكم وبتمنى لكم الخير، امين يا رب العالمين. شايفين ادي الترجمة عندنا بقت قد ايه، انا عاملة كذا لغة، تك على اضافة اهي يعني، طبعا لا هترجم ولا حاجة. اول ما اتكيت على ترجمة تلقائية اللي اتفتحت لي كانش مفتوحة، تعرفي ان انت خلاص كده صح، وان انت كل شغلك مظبوط. لو الشغل مش مظبوط الترجمة التلقائية مش هتتفتح عندك. هنعمل بالهندي، ندخل ندور على الترجمة التلقائية مفتوحة ازاي، اتفتحت خلاص وترجم الفيديو بتاعك هندي. تدخلي بقى على الالماني والكله اللي هتدخلي عليه كله هتلاقيه مظبوط. بتمنى لكم كل خير، يا رب كلكم تكونوا استفدتم من الفيديو ده، والى اللقاء في فيديو جديد من نوعات دودو ابراهيم. بتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من الفيديو بتاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.